مد الاهلي 3 مليون. فالاهلي عنده ناس كتير بيدفعوا له، بيدفعوا له فلوس. الزمالك ما فيش، ومشكله الزمالك مش هتتكلم عن مشاكل الا الفلوس، هترجع برضه هتلاقي طيب. الفلوس دي خطه عامه يعني. انا هتكلم برضه مع حضرتك الخطه العامه، ماذا ستقدم لنادي الزمالك لو ان شاء الله تم انتخابك؟ هو احنا يعني الاول يمكن بس انا موضوع الازمه الماليه في الزمالك، هي الازمه الماليه ظهرت واضحا في الثلاث سنين او الاربع سنين اللي فاتت. النبي بقى له 10 سنين يا هون يعني. استاذ محمود معروف كان عضو مجلس اداره سنه 2000. كان في جلسه مجلس اداره مثيره، قام قفل هو الباب علشان واحد ما يخرجش عشان قبل ما يمد الشيك بتاع حسام وابراهيم حسن. بتاع حسام ابراهيم حسن كان مليون جنيه. كان 250 الف للواحد في سنتين، فكانت مليون جنيه. مليون جنيه سنه 2000 طبعا مبلغ جامد. يصرف الشيك وهو واقف. كان عندنا كريدت، مش ما كانش، كان في كريدت معقول. طبعا ما يتناسبش صح مع حجم البوتيكات والليله اياها اللي بره دي كلها، اللي هي عايزه خطه طويله جدا عشان تخلصها. لكن كان في فلوس. يعني انت حبيت تجيب حسام وابراهيم جبتهم في لحظه. صحيح. جبت يوميها الحسن محمد، جبت وليد عبد اللطيف، جبت تامر عبد الحميد. ما سمعتش ان نادي المنصوره جاي يوميها قال لنا ان الشيكات راجعه. زي احنا مثلا في الشيكات اللي هي راجعه من فتره. التروب اللي حصل ده حصل في السنوات اللي فاتت، وكل عارف انا اقصد مين. انت بتحاول دلوقتي لانك انت مجلس معين 3-4 اشهر بتحاول فيه تلصم الدنيا، تحاول فيه تقلل ظهور المشاكل او تعالجها بمسكنات، لانك انت ما تقدرش تعالجها كخطه طويله. ليه؟ جات لنا اكتر من شركه، وده المجلس المنتخب محمود بعد اذنك 1-4 هيلاقي الحاجات دي كلها، تقدر مين اللي هيبقى فيه. جات لنا كذا شركه من الشركات، وحط وضع رعاية الزمالك، والشركة اللي عايزة تمسك النادي النهري، والشركة اللي عايزة تعمل النادي بتاع 6 اكتوبر، وش وش وش، كل المشاريع دي اتناقشنا فيها، وصلنا مش لتوقيع عقود طبعا لان مش من حقنا، لكن وصلنا لمشاريع كاملة للصيغة النهائية يعني. صيغة، والمجلس اللي هيجي طبعا هو اللي يصوغها، هو اللي يبرر الرأي الأخير فيها. مشكلة عندك في الجهة الإدارية انك انت مجلس معين، بقول لك 3-4 اشهر يا أحمد، ما تقدرش تعمل مثلا مزايدة على 3 سنين اللي هي اقل مده معينه اي شركه علشان تيجي تخش تاخد وتدفع لك فلوس. ما ينفعش هذا الكلام، لكن انت عملت المشاريع كلها وموجوده، موجوده من دلوقتي، اللي يحب يطلع عليها ما فيش اي مشاكل. لغايه ما يجي اخر الشهر مارس ان شاء الله المجلس اللي يجي يقدر ان هو يكمل دي بالنسبه. فانا بالنسبه لي انا ماشي بنفس الطريقه اللي احنا ماشيين عليها في المجلس المعين دلوقتي. قدر وات ايفر مين اللي كسب، انا من ضمنهم مش من ضمنهم، حاضر ان انا ساعد. اعتقد ان المشاريع اللي موجوده في الوقت الحالي جديره انها تدرس، جديره انشياف، لانها برضه من نفس نوعيه الزملكاويه اللي الاستاذ محمود بيقول عليهم. في زملكاويه كبار في مصر كويسين، هو مش عايز يدفع لك، مش هيروح عشان يدفع للعيب 10,000 جنيه وكلام، لا هو بيقدمها لك في سيره مشروع كويس كده. صحيح. بس طبعا لازم يبقى عندك مجلس قاعد، ما ينفعش ان المجالس المسيره للامور اللي بتمشي بالظبط، اخدت بالك؟ نعم. فدي في كمان حاجتين انا حاطط عليهم حقيقيني لو ربنا سهل يا رب، ان انا مش عايزهم يروحوا من نادي الزمالك. فانا كعضو مجلس اداره عشان انا متابعتهم في الفتره الحاليه قوي يعني. نعم. القريب يمكن من اسبوع او اكتر، ارض 6 اكتوبر وارض مرسى مطروح. أرض مرسى مطروح دي متنفس جامد لأعضاء نادي الزمالك، إن أعضاء نادي الزمالك يعشقوا، إن عندنا مصيف بتاع مرسى مطروح ده لازقة فيه. اغتصب منها ما اغتصب، عرفنا نرجعه تاني. عندنا لغاية 1-4 لازم نبتدي نشتغل فيها أي شغل علشان الأرض ما تروحش منا. يعني لازم يبقى فيه إنشاءات. لازم يبقى فيه بداية. على الأقل هتعين 50 واحد أو تعمل بروجرام لـ 50 واحد من أهالي مرسى مطروح الكرام حسب ما العقد بيكتب. لازم تبتدي تساوي في الارض، لازم تشيل الانشاءات اللي موجوده على الارض، لازم تعمل اي نوع من الانشاءات. طبعا مش انشاءاتي انا اروح ابني كده كمعمود واسيبها، لا، هي ممكن تتساوي، ممكن يخش لها صرف، ممكن تعملها خيام متطوره حتى للشباب بتاعنا ممكن في الصيف اللي جاي، لو الاساس انك انت لما تيجي تبني مش هتبنيها في شهرين ثلاثه. صحيح. وبرضه ما تقدرش تبني وانت في مجلس مؤقت. نعم. ارض اكتوبر. ارض اكتوبر يعني تسمح لي، ارض اكتوبر دفع فيها جزء، وبعدين اخر 3 اقساط مش مدفوعين، النهارده احنا بنكمل القسط من قسط ونص منهم ان احنا بندفعه، بحيث ان ارض 6 اكتوبر دي تساوي يا محمود النهارده هنقول مليارات، كذا مليار. فكان برضو في تاخير في الدفع بتاعه، النهارده قدرنا الحمد لله نلم قسطين منهم، هيدفعوا يمكن بكره او بعده.
أرض 6 أكتوبر عايزة مجلس قاعد 4 سنين، مجلس واعي ويعرف هيقدر ان هو يديها مثلا بي او تي ولو في الاول اي شركه من شركات المخابرات العامه او شركات القطاع العام عشان الوقت تقدر تبني حاجه هناك. وهي بتبتدي تبني لو انت فتحت العضويات هيجي لك مبالغ كويسه جدا. البي او تي اللي هو حق الانتفاع بالظبط تقدر انك انت يا اما تبقى شركه في البي او تي تقعد معاك ال 25 سنه لقيت تمام. ان العمليه هتاخرك تقدر انك انت تعمل امر اسناد بالامر المباشر حسب ما بتنص عليه اللوائح ما فيش مشكله لاحدى شركات القوات المسلحه او القطاع العام يقدر حتى يبني لك في الاول استراحات ملعب للتمرين بتاع الفرقه بدل ما هم بيتمرنوا في الهدف تقدر على حس الحاجات دي تفتح العضويات صحيح وتبتدي تبنيها خد تجربه نادي الصيد وبتجي اعمل حاجه زيها طبق زيها طيب بالصبع. استاذ محمود بامانه شديده قطاع الناشئين في نادي الزمالك خلينا الاول في 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 الارض في الارض اتفضل ارض اكتوبر ارض اكتوبر نادي الزمالك كان عنده اجمل احنا كنا مع بعض ارض في الكره الارضيه طبعا عارف مولى العرب اتغيرت مكانها عارف مولى العرب ده كان موقع نادي الزمالك يا ده كان نادي الزمالك الناصيه الناصيه دي في ميدان جهينه اللي بيودي على هنا وبيودي اجمل مكان في مصر كلها دي كانت ارض نادي الزمالك وجالهم انذار وانذار ادفعوا انذار ف لحد ما راح لحد هيتسحب جريت انا كان صديقي الله يشفيه المهندس محمد ابراهيم سليمان كان وزير اسكان قلت له بص انت اهلاوي خدتها في هزار واهل وزمالك قلت له اقسم بالله ما وعقلي بعليك الدنيا والتلفزيون قال لي يا محمود وراني صور المخاطره ان يردوا حتى عليه ما حد ولا عبروه قال لي طب انا هديهم مهله كمان سنه بس تكون لسه في مجلس الشعب قلت له لسه انا لسه فاضل لي سنتين ثلاثه في مجلس الشعب بس يبقى في جديه على الاقل يبقى في جديه ولا راحوا وراحت يا هاني راحت اجمل مكان في الدنيا خدوا البديل والاهلي برضو كان ليه حته صحيح واتخذت برضو واتخذت بس الزمالك كان موقعه لا لا صور مول العرب حلو مول العرب المتر هناك ب 100,000 فالمهم المهم بعد كده جم وخدوا ده وانا ما كنتش في عضو مجلس اداره وقتها يعني لكن طبعا ده نادي الزمالك وهيعمل استاد عالمي 200,000 وليه محاور ويقدر يركن عربيه شوف انت المكان وكاد ان تضيع الارض الثانيه لنفس الشيء وجاء الاخ ممدوح عباس وعمل برنامج انا قلت بقى احنا بقى برشلونه لا برشلونه ايه ده احنا يعني وكادت الارض ان تضيع ودخلوا في اللعيبه والتجديدات وما دفعوش لغايه ما انا جيت قابلت طبعا الدكتور كمال درويش وقلت له يعني انت ما انتش في المجلس دلوقتي لكن اتكلم شوفوا ايه النادي ده النادي بيضيع يعني هذه الارض النهارده تمنها بيقول مليارات على الجديده ما بالك بالاولانيه صحيح ماشي نيجي لمرسى مطروح لا بس الارض الجديده هل هتعملوا فيها ايه يعني انا ما شفتهاش ما اعرفهاش طيب ماشي ولا يعرف نيجي لمرسى مطروح مهندس حسن فتوح الله يرحمه الله يرحمه عمل اجتماع باللعيبه شوف شوف الحلاوه اكتب يا احمد اسمي مكتوب لا 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 انا بكتب خواطر يعني طيب نعم مهندس حسن فتوح اول ما دخل نادي الزمالك نجح وعمل اجتماع مع فرقه الكره قال لهم بقول لكم يا اولاد انا اهلاوي بس ما دام بقيت رئيس نادي الزمالك لازم يبقى احسن نادي في مصر وكان حسام عمل دعايه اول ما خد التوكيل بتاع البي ام اللي يجيب جون في ماتش الاهلي والزمالك ياخد العربيه جاب جون احمد عبد الحليم خدها فاروق عفر خد العربيه فاروق عفر فادوه لاحمد عبد الحليم المهم في هاني عشان حسام ابنه اهلاوي جدا فضل خطيب برضه قصادها يعني وراح يعمل الصاله المغطاه وعمل شويه انشاءات تجنن وراح على مرسى مطروح جميع الانديه المصايف كلها خيام بما فيها النادي الاهلي ونادي سبورت ونادي هليوبلس الانديه الكبيره والجزيره راح باني مباني عمل معسكر نادي الزمالك في مطروح مباني على اعلى مستوى من جيبه حدوة الحصان من جيبه الخاص ماشي فالنهارده انا ما اعرفش ان جنبيه حته ارض فاضيه الثانيه حوالي 3000 متر يا شوف اقصى طموحاته ايه
وهو زبالكيت. هي كانت على فكره انه تتعمل خيام. هي كانت 5000 كمان. يا نهار اسود. واقصى طموحاتنا انه تتعمل خيام عشان ما يمكن وقتها اللي هو سعد خليل. انا ما كنتش في النادي. حافظ مطروح. اه كان وقتها. انا كنتش في النادي بس عرفت القصه. الارض راحت منهم. راحت بالكامل. احنا كنا جايبينها في دوره 2001 2005. فراحوا تاني وعرفوا ان هم يستدوا. فراح الراجل كتر خيره راح شالها من الراجل اللي هو مستثمر اللي كان حاطط ايده عليها وردها واداله ارض تانية واداله الارض دي وقال له ايه في السنه؟ خلي بالك بس تدفع كام في السنه؟ 100,000 جنيه في السنه. يعني تدفعهم انت احمد معاك من العهد بتاعك مع والله العظيم يعني. والله وعيب ان انا احلف يعني ان احنا يمكن من اسبوعين ثلاثه باعتين قسط اخر سنتين. يا نهار ابيض. طبعا حاجه ما ترضيش حد. بس كابتن محمود يعني بامانه شديده الناس دايما بتقيس صعود ونزول الزمالك بكره القدم. اي نادي وتحديدا أي نادي. الفريق الاول. اي نادي تمام. حضرتك شايف الفريق الاول دلوقتي بيقول ان الزمالك صاعد ولا في ركود؟ بكل تاكيد صاعد بقوه بس ربنا يستر وفرد الكاوتش ما تفرقعش في السكه. صح. ما هي دي المشكلة. هي دي المشكلة. هي دي المصيبة نادي الزمالك. ما بنكملش. دي أي فورتينة تلاقي كله فك. يعني هقول لك أول مرة دخلت فيها مجلس إدارة الزمالك 92. كنا بنقعد الساعة 3 الفجر فوق وثلاث نص الجلسة الأولاني خناقات على مين اللي هيسافر سفرية إيه وحاجات كده. أنا طبعًا أنا اتهريت سفر فكنت بسكت. القضية إن أنزل تحت في كافتيريا اللي جنب باب النادي. اقسم بالله كل الاخبار كل مداره ما كانش في موبايلات ايامها تحت. ما كانش لسه موبايلات 92. كل مداره في الجلسه اللي تحت. انت اتكلمت مع احمد ليه؟ قلت لهاني علي مش عارف ايه. يا نهار اسود. بعكس النادي الاهلي. النادي الاهلي قافلين على نفسه. كان طاهر ابو زيد ده كابتن صالح سليم ضده على طول خط واختار قايمه. حتى كان عامل لنا قاعده للصحفيين يا محمود تقفوا معانا. قلت له انا هقف معاكم. لاجل انكم الاكفاء بس معاكم طاهر ابو زيد. قال لا. قلت له طاهر ابو زيد هينجح. قال لا. وتكتلت كل القوى ليسقط طاهر ابو زيد لكنه نجح وجاب اعلى اصوات زي ما انا راهنت. وطاهر يدخل الجلسه ويقطعه بعد جوه وصاحبي قوي طاهر انا مربيه. عملته يقول لي والله احنا كنا زي الفل. كابتن صالح صدره متسع ومقطعين بعض ده الفرق. هنا الاهلي الكتمان والتكتل وانكار الذات. حب الاهلي قبل حب الاشخاص. صحيح. في الزمالك حب انفسهم اكتر من حب نادي الزمالك. هذه هي مشكله نادي الزمالك الاولى والاخيره. فهتتفق مع كلام كابتن محمود باشمهندس؟ هو يمكن الجزئيه الاخيره في طبعا ناس بتحب النادي. حب اشخاص. في ناس طبعا بتحب النادي جدا. انا بقول على بعض اعضاء مجلس الاداره لكن الاعضاء طبعا بيحبوا النادي ومش بيقولوا الكلام. انا مثلا من عضو مجلس الاداره انا اعشق الزمالك يعني. ومحمود عارف كده هو يعشق الزمالك برضه. انا موافقه تماما ان احنا اسرارنا. انا بسمي النادي بالبلدي كده. انا بقول النادي مفندق على بره يعني. مش النادي عامل كده. لا احنا عاملين كده. ما بقتش المشكله دلوقتي في اعضاء مجلس الاداره. يعني اعضاء مجلس الاداره الحاليين فعلا بنكتم كويس جدا. الحاليين يعني يوم الحالي. يعني انا بتكلم على الحالي. انا من 2005 بقى لنا شهرين. بقى لنا شهرين. لا بقى لنا 4 شهور. ف 2005 انا سبت النادي. فاللي انا عايز اقول لحضرتك حاجه. كانت المشكله دايما فعلا اعضاء مجلس الاداره بوم بوم تو 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 على طول. دلوقتي بقت المشكله العن ان الصحفيين اللي ماسكين او اللي بيغطوا النادي او ليهم النهارده مصادرهم من الموظفين. من جوه النادي نفسه. فانا دلوقتي باجي مثلا حمدي ورقه بكذا كذا كذا بتروح للموظف. الموظف يسرب على طول. يعني تتعرف الحكايه. فبقت هي دي بقت المشكله الالعن. ان بقى عندك مصادر من الموظفين مش من اعضاء. طيب. مجلس الاداره. دي مشكله خاصه بمجلس الاداره. انا عايز اتكلم شويه في الالعاب اللي داخل النادي. يعني يمكن قطاع الناشئين. انا كزملكاوي متضايق جدا ان عندي فرقه الناشئين بتاعتي بتاجر الملعب بتاع جامعه نصر علشان يلعب في الماتشات بتاعته. وفريق 19 و 18 سنه بيتم التبرع ليهم من قبل رجال اعمال او ايا كان بالملاعب بتاعتهم الخاصه. ايا كان يعني انا هقول لك يا احمد. النادي بقاله فتره لما جاء عمرو فاروق الوزير السابق من سنه تقريبا. ف وزاره الرياضه اتبرعت ب 6 مليون جنيه للنادي علشان انشاء 4 ملاعب كبيره للناشئين اللي هي موجوده ورا
اللي ورا ورا مستر حلمي زمر ورا ناحيه ورا اللي هو الحمديه ناحيه الحمديه الشاذليه. يمكن انت لو جيت وشفته هتلاقيه هو عليه على وشك، هي كده واقفه بقى لها فتره، يعني في فاضل انك انت تركب الكشافات تركب الحاجات دي كلها والولاد يقدروا يلعبوا عليه ملاعب على احدث مستوى. حصلت فيها مشكله اداريه ماليه وقفت لنا الليله دي تاني لاجل الحظ. بيبعت لك ال 6 مليون على اربع اقساط، بيبعتهم للنادي والنادي يبعتهم للشركه المنفذه. مظبوط؟ اول قسط، تاني قسط، القسط التالت اتبعت لنادي الزمالك كان بمليون 750 الف. تمام. راح اتاخد بدل ما يروح للملعب الشركه المنفذه راح رايح هي يا محمود للعيبه اغراض اخرى. لعيبه وطيفر بتاع اي حاجه، المهم ما راحتش للايه؟ للملعب. جينا احنا استلمنا. طبعا النادي ما فيهوش سر، اتعرفت القصه دي ان الملعب واقف، واقف ليه؟ عشان لان الشيك، الشيك بقى اللي راح للشركه المنفذه طبعا رجع بدون رصيد لان الفلوس استعملت في اشياء اخرى. صحيح. جات لنا لجنه من وزاره الرياض قالت لك ده الشيك فين؟ قالت لك غلط لانه الصرف في غير موضعه، في غير راح خدت القصه تقول ايه اللي بيحصل، ده مش عارف حتى تحقيق يعني. اه القسط الاخراني مش عارفين حتى ان احنا ناخده عشان نخلصه قبل ما يظهر القسط الاولاني مين اللي كان متسبب فيه. وصلت دي بالنسبه للملاعب. نفضل كده؟ قول لي بقى احنا، لا ما انا عايز اقول لك حاجه برضه. طب يعني القطاع ده لازم متضرر يعني. لازم في الوقت الحالي بقى بنحاول ان احنا ناجل عمليه الكشافات. هتعمل ايه؟ ناجل عمليه اللي هي الكشافات، نخلي حتى احنا داخل على الصيف لغايه الساعه 5 6 يبقى في شمس ربنا يقدروا لان هي الارضيه والكلام من ده جاهزه خلاص، يعني كله اتعمل، فان احنا نقدر ان احنا نعمل كده. ده بالنسبه للملاعب. لكن هتفضل فتره من الفترات ما زلت هتروح جامعه مصر، هتروح هنا لغايه ما الاربع ملاعب الكبيره جدا دول لحد قد تقريبا الملعب بتاع زموره حوالي بتاع 3 مرات ونص. يعني هتقدر تعمل بيهم شغل كويس جدا، هم عاملين طبعا على احدث مستوى. يعني ياخد وقت قد ايه برضو يعني كابتن محمود؟ الملاعب دي تاخد شهر لو انت توفرت اليك اللي هو القسط الاخراني. تمام. كابتن محمود لو حضرتك مسكت في ان شاء الله هذا المجلس كعضو، ايه القرار الاول اللي ممكن تاخده علشان تعيد مره اخرى النشاط في هذا القطاع، قطاع الناشئين؟ هعيد طبعا، هجيب القطاعات كل قطاع نشاط الاجتماعي.